نبيل مهندس تمكن من تصميم جهاز مساعد على التنفس في الحالة الاستعجالية بجامعة سطيف. الجهاز يعمل على إمداد الرئتين بمادة الأكسجين بعد ضبطه دون الحاجة لتدخل عون الإنعاش. إذن هنا وش يدير الممرض أو المختص في الرياناسيون، يعني يجي يضبط الجهاز هذا ويحطه عند المريض، والجهاز يقوم تلقائيا بمعاونة المريض على التنفس. نعم، إذن يعني حولنا جهاز يدوي إلى جهاز تقريبا يمشي آليا. هذا مصمم الحجم تاعو 2 لتر، ومصمم باه يستعمل للبالغين يعني ليزادولت. اما بالنسبه لهذا، هذا اصغر حجم، هذا مصمم باش يكون يستعمل للرضع. 3 أشهر هي المدة التي استغرقها نبيل لتصميم الجهاز بخصائصه المتعددة، ويركز اهتمامه على تطويره ليكون جهازا محمولا. بالنسبة لهذا الجهاز، هذا يعتبر أول نموذج. دوك النموذج الجاي إن شاء الله راح يكون أقل حجم وأقل وزن، وفي نفس الوقت وين راح يكون نقدر نستعمل حتى خارج جائحة كورونا. هذا نقدر نستعمله بصفة يكون الجهاز محمول، نعم، ويكون احنا نضيفه له ثاني بطاريات باش يكون عنده ذاتية تغذية بالكهرباء. مساهمة الجامعة في مواجهة فيروس كورونا أصبح ضرورة للتكيف مع الوضع الصحي الراهن، في انتظار التصديق عليها من طرف المصالح المختصة.